فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل كان قد حج حال مراهقته ثم فعل العادة السرية ولا يدري أنها من محظورات الإحرام، ولا يدري هل فعلها قبل التحلل الأول أو الثاني، فما حكم حجه وماذا عليه الآن؟ عليه أنه يتحرى ويترجح في نفسه ويعمل بموجب تحريه وما غلب على ظنه. نعم.